مولانا سيد الحجازي حكمة من حكم موجودة في كتاب السيد أحمد الرفاعي السير المساعي لأوراد الرفاعي، ترتيب السيد إبراهيم أفندي الراوي الرفاعي والوالد سيد وساشم السيد أحمد الرفاعي وزير نائب الشيخ الطريقة الرفاعي الصوفية طابع، وشرح ديوان المنصورية. يقول: وقال سيدنا علي كرم الله وجهه: من ترك اللحم 40 يوما ساء خلقه، ومن داوم عليه 40 يوما قسى قلبه. وقيل أن المداومة على المداومة على اللحم ضراوة كضراوة الخمر. انتهى. شنو تقول سيدي؟ ايوه ايه اوي اويك. انت بتاكل 40 سنه لحم وتقول سيدنا علي قال الكلام دي؟ السلام عليكم مولانا الفياضي. فاظل حجازي لا تزعلوا، وفي ناس عندنا بتقعد ماتت وعاشت ومن بلدكم ولا كانوش اللحمه 40 سنه نبات مش 4 شهور نباتيين 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 يقول لك زي ابو العلاء المعرب. طب ما انت بتقول انت صح ليه؟ ما هو لك قسى قلبه. الاكثريه على الاكثريه هو لما قال يا عيني ابن مشعود قال شمت امي وابويا، تعالي انا ابويا توفي، تعالي شوفوا خلفه العره نبويا تتبرى انها تبص لك. تعالى واسمع، ابن مشعود مش قال ما كان بيننا وبين نزول هذه الآية إلا 4 سنوات؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. مش دي آية وده نص أهوت من الصحابي أول من جهر بالقرآن في ضيوف الكعبة؟ الله ده مين ده؟ ابن مسعود. قال شو؟ قال ما كان بيننا وبين نزول هذه الآية إلا 4 سنوات. نعم. لما ربنا عاتبهم وقال لهم تخشع قلوبكم ولا تكونوا كزي أهل الكتاب قست قلوبهم. طيب شنو أنت مالك حالة استلام ولا إيه؟ سيدنا علي باب مدينة العلم. ايه تكلم عاوزك كده جريء. قايل ان من داوم قال على سيدنا علي كرم الله وجهه: من ترك اللحم 40 يوما ساء خلقه، ومن داوم عليه 40 يوما قسى قلبه. وقيل ان المداومه على اللحم للمداومه على اللحم ضراوه كضراوات الخمر. كتاب جدنا السيد احمد الرفاعي اللي مرتبه ابراهيم الراوي والوالد سيد ساشم السيد احمد الرفاعي وزير نائب الشيخ الطريقه الرفاعي الصوفيه طابعه، وشرح بدرسه تتذكر بالمنصوريه. فنبي تعقيبكم انتم. ثلاث مهلكات للانام. ايوه. وداعيه الصحيح الى السقام. الله اذا مدامه واذا موطئ وادخال الطعام على الطعام. يا عيني عليك. الله اكبر. يا عيني عليك، يا عيني عليك وعلى كلامك الحلو. عليهم قولوا له قول تعالى يا نبوي اشوف خلفك العرق. مره ثانيه قول الابيات دي هذه. الله يا بابا. في كتب ثانيه خليها. مهلكات للانام. ايوه. مهلكات للبشر. ايه. وداعيه الصحيح الى السقام. السقام. الصحيح تخليه يمرض. إدام مدامة وإذا موطئ وإدخال الطعام على الطعام. الله كوستاريكا. الله يفتح عليك. لذلك قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. الله يفتح عليك. طيب إيه بقى اللي مش عاجبه وقام يقول أول الصالح بقى خليه هو راجل جنيتك مو مع جنيته مو متفقين. هو بتاع عقيدة. خلينا في عقيدة. ما في إيه؟ فين العقيدة؟ خلينا في الجنان بتاعنا إحنا. هو راجل بتاع عقيدة. أيوه.